اتمدي استماع ازول نو بوسارون تمازيغت يوم ضال ازول ومرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نهضروا على العادات والتقاليد بما اننا في المناسبه ديال الاحتفال براس السنه الامازيغيه او ما يسمى بايد النير. اليوم غادي نهضروا شي شويه على التقاليد والعادات المصاحبه لهذه المناسبه هذه، ولكن قبل اسمحوا لي غادي نهضر معكم واحد شي شويه، نقول شي كلمات باللغه الام ديالي اللي هي تمازيغ الاطلس الكبير الاوسط تمازيغت نواطلس انا مسام قريان. أزول أيتما دي ستما إمازيغن دي نكتلام أزول يوكم دن داري ساقن قو فيديوار إقداد سوال ستمازيغت نغرداد سوال نسرس أزول نون ولا كنومي قو فيديوار راد سوال خيميق فتي ميورين دي تيلين قيد نونير دا سنتيني إيخ فنو سقواس أمازيغ راد سوال خفايدة تسكارن أي دارينو قت مازيرت نواطلس أنا ماس أم قريان تمازيرت نواطلس أنا ماس أم قريان تلا إنجرازيلال ديت ملال تمازيرتاخ دا تسول ستوتليت نتمازيغت نواطلس انا ماس ام قريان درسن منو نتي ميورين دا تسكرن قويوراخ نير قيد نير قيخ فنو سقواس امازيغ قد زوارتاخ دا قرد تسول خست مازيغت ريخا داونينيخ اسقواس النون امينو اغودان اسقواس النون امينو انا مار ارقراخي سيدي ربي ادون ديفي تنميرت دتم لنس داخد ديفي ميق ننزار اخيسو ايقران ايسو ندن ريخا داونينيخ داخ زريات الساخ زريات اي داخل النير دتاو جنون داي الدارون زريات دمونات دي داسن إشات سوات ايدا تسكار امات نون اردون تينيخ داخ اسقواس النون ام قاز اسقواس النون ام الناز ومورا هاد المقدمة هادي اللي كانت باللغة الامازيغية ديال اطلس الكبير الاوساط ننتقلوا دابا للموضوع ديالنا ديال هاد الفيديو اللي هو العادات والتقاليد ديال الناس ديال الاطلس الكبير الاوسط بما انه انا ولد المنطقه. اليوم غادي نهضر لكم بالضبط على العادات والتقاليد اللي كاينين عندنا في بزو بما انني كبرت في بزو وكبرت في النواحي ديال بزو، وغادي نعاود لكم شي شويه على العادات وعلى هاد العادات والتقاليد اللي كنديروهم بهاد المناسبه هذه، سواء هاد العادات اللي تحتفل بهم سواء الناطقين ولا غير الناطقين باللغه الامازيغيه كلهم تيشتركوا في الاحتفال بهذه المناسبه هذه. ولكن كما العاده قبل ما ندوزوا للموضوع ديالنا ديال هذا الفيديو كنقول للناس اللي ما مشتركينش اشتركوا معنا في القناه ودعمونا بالتعليقات ديالكم وايضا الاراء ديالكم، وايضا عاودوا لينا شويه على العادات والتقاليد ديالكم اللي كديروا في هذه المناسبه هذه. ويلاه بينا نشوفوا الموضوع ديالنا ديال هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو هذا. اولا قبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا ديال اليوم، لاحظت بانه بزاف ديال الناس اللي كاينين عندي في الكونت وعندي في لائحه ديال الاصدقاء ما تعرفوش شنو هي بزو، بخصوص ملي كنذكر مثلا بزو في شي منشور ولا شي حاجه. اليوم غادي نعرفكم ونقول لكم شنو هي هاد بزو هذا، والاغلبيه فيكم راه طبيعه الحال تيكون عارف جوج حوايج. اولا الجلابه البزويه والحايك البزوي، علاش؟ لان هاد الجوج هادو اصلا كانوا تيتصنعوا في بزو. بزو هي واحد المدينه واحد البلده قديمه بزاف كاينه في المهم تابعه حاليا في النطاق الاداري ديال ازيلال اقليم ازيلال في الجهه ديال بني ملال خنيفره. بزو هي واحد المدينه قديمه بزاف وكانت معروف عليها بانها كانت مركز تجاري وملتقى ديال القوافل التجاريه اللي كانوا تيجيو من مراكش اللي جايين من السودان الغربي ومراكش وغادي طالعين في فاس. وبزو حاليا اصلا كاينه في يعني في المنتصف ديال الطريق، يعني في الطريق ديال بني ديال مراكش بني ملال فاس، يعني انها كانت جات في وسط ديال الطريق وتما فين كانوا تيوقفوا دوك القوافل التجاريه اللي جاي ما يسمى قديما بالسودان الغربي وغادي يطلعوا لمدينه فاس. اذا كما قلنا بزو مشهوره بزاف بالنسيج بالتجاره ديال النسيج والجلابه البزويه بالضبط، وبطبيعه الحال في بعض الفترات التاريخيه كانت تصايب حتى الحايك اللي خدا السميه ديالها الحايك البزوي وكانت تصدر بزاف ديال المناطق في المغرب. والجلابه البزويه بطبيعه الحال راه غنيه عن التعريف، راه ما كاينش اللي تقول لي جلابه البزويه، يقدر يكون ما يعرفش بزو ولكن غادي
غادي يعرف الجلابه البزويه اللي كتسمى لباس الامراء ولباس السلاطين. وهذه الجلابه هذه راه العمليات ديال يعني ديال الصنع ديالها كلها تتكون تقليديه وما تتدخلش فيها الاله نهائيا، وداك الشيء علاش تتكون غاليه شي شويه، لانها يعني تتكون من مواد فاخره ومواد يعني تطلب واحد الجهد وتاخذ واحد الوقت كبير بزاف. قبل ما ندخل عاوتاني للعادات والتقاليد ديال الناير في بزو، البلده ديال بزو زاروها بزاف ديال سواء المستمزيغين الفرنسيين بحال فوكو، وكاين عاوتاني بحال مثلا كاينين مؤرخين اللي دازوها بحال الحسن الوزان اللي كان زار بزو ومشى جلس في تقريبا في هذيك الزاويه ديالها، لانه لحد الان مازال واحد الزاويه ديال واحد الولي صالح سميتو سيد الصغير بالمنيار، اللي كان هذا الحسن الوزان كان جلس تما وكتب عليها في الكتاب ديالو ديال وصف افريقيا، وصف فيها وصف يعني الحاله ديال الناس ديال بزو بانهم حسنوا الهندام، كانوا تيلبسوا مزيان كما قلت لكم، هما معروفين بالتجاره ديال النسيج، وايضا بان بزو كانت عامره بالحدائق والجنا كما تنقولوا في بزو الجنانات والبحير ويكران. وعلاش؟ لانه كاين الماء، وكانوا بزاف ديال يعني ديال الاشجار ديال الفواكه، بالخصوص الفاكهه ديال الرمان والزيتون. هذا الرمان هذا باقي غادي نهضروا عليه لانه حتى هو مرتبط بالنير، وايضا الليمون اللي حتى هو مرتبط بالنير، واحد النوع ديال الليمون بالضبط حتى هو مرتبط بالنير. بزو كذلك زارها حتى المختار السوسي اللي دار فيها واحد القصيده طويله بداها بالابيات الشعريه اللي كان تيقول فيها: أهذي جنان الخلد أم هذي بزو، منى كل نفس لو يدوم لها الفوز، تجيء إلى تلك الجبال التي بها زياتين ورمان وخوخ وموز. يعني هذه الأبيات الشعرية وصف لنا فيها شي شوية، هي قصيدة طبيعة الحال، هي قصيدة طويلة بزاف، وصف فيها يعني بزو الحالة ديال بزو فاش زارها، وبأنها راه فيها بزاف ديال الأشجار اللي فيها بزاف ديال الفواكه والماء فيما مشيتي والخضورية فيما مشيتي. بزو كذلك معروفة بإنتاج العسل الحر اللي النحل ديالو تيرعى بزاف على النبتة ديال الزقوم اللي هي أصلا تتنبت غير في ذاك النطاق ديال بزو في مجمعة تنانت، وهذا العسل هذا تقريبا من بين أغلى أنواع العسل في المغرب، وهذا العسل حتى هو تيدخل يعني في التقاليد والأعراف والعادات اللي كاينين في الناير في بزو. بزو كذلك مشهورة في الميدان ديال في المجال ديال الأكل بواحد الأكلة معروفة بها بزو تتسمى تريد البزيوي. هذا التريد البزيوي حتى هو تيتحضر خصيصا في هذه المناسبه هذه ديال الناير. الناطقين بتمازيغت في بزو تيقولوا ليه الفتات، وبزاف ديال الناس ملي كنوريهم مثلا تصور تيقول لك الرفيسه. لا، بالنسبه لبزاوة الرفيسه بوحدها والتريد البزيوي بوحدو. دابا ندخلوا للموضوع الرئيسي ديالنا ديال الاحتفالات والعادات والتقاليد اللي تتكون مصاحبه للمناسبه ديال عيد الناير ولا راس السنه الامازيغيه في منطقه ديال بزو. وفي العادة الاحتفالات تتكون يومين، يعني تتكون نهار 12 ونهار 13. في اليوم الاول كنظن حتى اغلب الامازيغ تيديروها، في اليوم الاول تيكون ما يسمى بالكسكسو ديال السبع خضاري. هاد السبع خضاري تتكون بحال قلتي تتكون عندها واحد الرمزيه ديال ان راه الخضار كاينين وان الموسم فلاحي يعني زاخر بالخضار. الكسكسو هذا تيدار في واحد القصعه كبيره بزاف وتيكون حتى البيض معاه، وفي النهايه يعني ملي تاكلوا الناس ملي تاكل كل شيء يعني العائله ملي تاكل هذاك العشاء يعني تيكون في العشاء تاكلوا هذاك الكسكسو، تتهز الام واحد اللقمه ديال الكسكسو تدوزها عليهم، ولكن ما خاص حتى شي واحد ياكلها. ان فوا تتوصل عنده تتقول له هاك، ولكن هو تيقول لها مثلا بالامازيغيه تيقولها تجيونخ. تجيونخ بمعنى انها انني شبعت. ولكن هذه العاده هذه ديال الاحتفال بالناير في كسكسو فاش كنت انا صغير كنا تنشوفوا بانه غير هذوك اللي ناطقين بالدارجه هما اللي تيكونوا تيديروا هذه العاده ديال الكسكسو تيديروها في النهار الاول، اما حنا الناطقين بالامازيغيه كنا تنديروا الاحتفال الرسمي بالناير في النهار الثاني اللي هو 13، يعني الليله اللي غادي يصبح فيها النهار 14. اشنو تيكون في هذه الليله هذه؟ يعني بطبيعه الحال السويقه اللي معروفه بها بزو تيكون في الصباح تتكون عامره، باش تتكون عامره بالناس اللي تيحطوا الفروج البلدي ولا الفلوس البلدي بالضبط، يعني ما تيكونش شي فلوس اخر، وغادي نقول لكم علاش. وايضا تيكونوا الناس حاطين حتى هذاك الرمان القديم، يعني نورمالمون الرمان تيكون الجني ديالو تيكون في سبتمبر، يعني الجني ديال المحاصيل ديال الرمان عاده تيكون في سبتمبر في بزو. ولكن الناس اشنو كيديروا؟ يعني تيخزنوا واحد شويه من هذاك الرمان تيخليوه حتى ليناير. كاين واحد العاده تدار يعني تدار يا اما تيتعلقوا جوج رمانات في الدار، يعني من سبتمبر حتى
النير، ولا كاين اللي ما تيكونش عنده مثلا تيمشي تيشري من السويقه نهار النير. وايضا تيكون في السويقه تلقاو واحد النوع ديال الليمون كنا تنقولوا ليه التشين، هذا النوع ديال الليمون تيكون صفر وتيكون كبير شي شويه وتيكون المذاق ديالو حلو، يعني بحال الا شتي الشكل ديالو راه بحال الشكل ديال الحامض ولكنه كبير وصفر والمذاق ديالو حلو بزاف وزوين. حتى هو ضروري تيكون في الليله ديال النير معاش. هاد النير هذا تيكون مع واحد الاكله مميزه كما قلت لكم، حنا الناطقين بالامازيغيه كنا كنحتفلوا بالنير في الليله ديال 14 يعني نهار 13 في العشيه، فاش تنديروا هاد الاكله هذه والناطقين بالدارجه كما قلت تيديروا هما كسكسو في النهار اللي قبل منه. هاد الاكله هذه هي اللي قلت لكم قبيله ديال التريد، اولا عند الناطقين تيقولوا ليه الفتات، ضروري تتكون بالدجاج البلدي يعني بالفروج البلدي، تيكون فروج ماشي حتى دجاجه يعني في الغالب تتكون فروج. علاش ضروري خاصو يكون فروج؟ حيت في المعتقدات القديمه ديال الناس بزو بان الدجاج في يناير تيكثر بزاف وتياكل لهم المحاصيل، يعني انهم اشنو تيقولوا؟ تيقولوا بانه راه ملي تيذبحوا هذاك الدجاج يعني تيقللوا من العدد ديالو، يعني تيقللوا بالخصوص الفرارج، لانهم الفرارج هما اللي تيكونوا يعني ضاصرين شي شويه، يعني تيقللوا العدد ديال الفرارج في هذيك المناسبه هذه لانه كانوا تياكلوا لهم المحاصيل. يعني كما قلنا تتكون يعني الفتات، وباش تيتسقى تيتسقى بواحد يعني بالبلول ديال اش ديال العدس والقطاني، يعني تيكون بزاف ديال القطاني، وايضا كاين اللي تيدير حتى يعني تيدير حتى البيض، يعني تيزيد حتى البيض. وكما قلت لكم هذا الفتات هذا كيفاش تيدار؟ هو عباره بحال الشكل ديال الرغائف تيكون شفافه بزاف بحال الشكل ديال الجلابه البزيويه اللي حتى هي تتكون شفافه، يعني الفتات تيكون شفاف، الجلابه البزيويه حتى هي تتكون شفافه. وفي النهايه ديال هذا الاكل هذا ملي كيتحط الاكل كامل كاين اللي كيزيد عليه العسل الحر، وبطبيعه الحال المذاق ديالو تيكون خرافي بالخصوص ملي تيكون معاه العسل. وكما قلنا هادشي تيكون كامل مع الرمان، وماشي اي نوع ديال الرمان، وانما خاص هذا الرمان هذا يكون من النوع الخرازي. في بزو الناس ديال بزو غادي يكونوا عارفين شنو هو النوع ديال الخرازي، هو داك النوع هو داك الرمان اللي تيكون ما تيكونش فيه العظم وتيكون حلو بزاف. في بزو راه كاين تقريبا شي ثلاثه الانواع معروفه عند الاهل ديال المنطقه ديال الرمان، كاين اللي قلنا هو الخرازي، الرمان الخرازي اللي هو اجود انواع ديال الرمان، وكاين النوع ديال الرمان ديال البعضيم، هذا البعضيم هو اللي تيكون هذاك الرمان اللي تيكون في الحبه ديالو تيكون في وسطها العظم، يعني تتكون فيها شويه ديال العظم، وكاين الرمان الحامض يعني تيكون حامض، وكاين واحد النوع اخر ديال الرمان اقل جوده من هذا الشيء كامل هو هذاك بوفريش، يعني تتكون هذيك الرمانه بحال مفتوحه شي شويه، يعني في الشجره بعض المرات تلقاها مفتوحه، هذاك النوع تيتسمى في بزو الرمان ديال بوفريش، يعني كاين الرمان. المهم غادي نرتبهم لكم من اقل جوده حتى الاجود انواع ديال الرمان، كاين الرمان الحامض، بوفريش، بوعظيم، الخرازي. الخرازي هو اللي تيتكال في الناير مع هذاك النوع ديال الليمون اللي قلت لكم اللي هو التشين. وللاشاره كاينه واحد القضيه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم، هو انه ملي تتكون الام مثلا تتصاوب هذاك الفتات بهذاك العجين، تاخذ واحد شويه من هذاك الفتات المعجن تتخليه في واحد البلاصه في الدار، وتتقول لنا ما تقربوش ليه. علاش هذاك الشويه؟ تتقول لك راه خليناه لواحد، المهم واحد الشخصيه وهميه سميتها الميمون، اللي تيقولوا ربما بانه راه خاص يعني دلاله على ان هذاك يعني هذاك العام اللي غادي يدخل، العام الفلاحي الجديد اللي غادي يدخل خاص يكون فيه الميمون، يعني الميمون جات من الزهر يعني اليوم والبركات، يعني تيمونا بهذاك العام، يعني حتى واحد ما خاص يقيس هذاك الشيء، خليوها لهذاك الميمون. وكاينه هذيك القضيه اللي قلت في الاول اللي تيديروها الناس الناطقين في الدارجه، يعني تهزوا واحد الام تتهز واحد يعني واحد اللقمه من كسكسو تدوزها على الناس، حنا العكس، تتهز الام واحد شويه من هذاك الفتات، يعني ملي تيساليو كل شيء تدوزو على كل شيء، ولكن حتى واحد ما خاصش يقول لها، يعني حتى واحد ما خاصوش يشدو معده وياكلو، ولكن غادي يقول لها تجيون اللي هي كما قلت لكم شبعخ. وكاينه واحد القضيه اخرى، واحد الاسطوره اخرى مرتبطه بهذا الشيء ديال النير في بزو. اشنو تيقولوا؟ تيقولوا خاص الدراري الصغار ياكلوا مزيان في النير، يعني الام ولا الاب تيبقاو على الدراري الصغار تيقول لهم كلوا مزيان الفتات باش تقالوا، باش توليو تقال وباش نعسوا تقال. علاش؟ لانه تيقولوا لهم الا ما كلتوش مزيان وكنتو خفاف وبقيتو خفاف، يعني المهم في التصورات ديالهم تيقولوا بانه راه الا ما كلتيش مزيان غادي تكون خفيف وغادي تجي لك ما يسمى باللماسه. اللماسه
فبزو تيقولوا بانها هي واحد الشخصيه اسطوريه، هي واحد بحال الشكل ديال الغوله كتجي كتبدا تململ دوك الدراري الصغار، تتشوف شكون اللي خفيف فيهم يعني اللي ماكلاش مزيان في النير في العشاء ديال النير، تتهزو تتدي تتخطفو تتاكلو. يعني سميتها اللمسه، كنظن بانه راه ديجا كنت درت عليها واحد الفيديو في القناه، هي واحد الشخصيه اسطوريه كتجي تتاكل هذوك الدراري الصغار اللي تيكون الوزن ديالهم خفيف. علاش؟ حيت ماكلوش مزيان في النير باش يتقالوا. وبطبيعه الحال هذه العادات كامله تدوز في واحد الجو ديال الفرحه وواحد الجو اسري تتجمع فيها العائله كامله والاسره كامله والناس، حتى الناس ديال تتعايدوا فيها الناس، يعني تتكون بحال الشكل ديال الاعياد اللي كنعيدوا بهم. هي حتى الايد ديال النير حتى هو تعتبر بمثابه عيد، ماشي غير عند الناس ديال بزو، انما عند الامازيغ كاملين كيتجمعوا فيه مع الوالدين ديالهم ومع العائله ديالهم، وتيفرحوا فيه وتاكلوا فيه بطبيعه الحال ما تيسر لهم، وتتمنوا بان العام يكون عام فلاحي ويجيب الله ان شاء الله الشتاء. وفي الختام كنتمنى لكم عام امازيغي جديد مليء بالبركه والافراح. اسقس النون امينو اغودان، اسقس النون امينو انمار، اسقس النون امينو امجاز.